يا هاي القصة بتتكرر كتير بمجتمعنا، لا تتوقع يطلع شيء إيجابي من وراها. fans-shrab.com ناروز هون. نحكي قصة واقعية بكل بساطة. يوم الولادة كان أسود، الوالد دكتاتور، النفس باقي بيتمدد، روحة لسه عم تتجسد جوا أنوثة مظلومة بين وحوش بغابة تكبر، طلوع بحارة مجنونة كانت نازلة عصفورة من الجنة عرحم أمها، ما مستوعبة نصيبة دفنة كاين يوم مولدها. البيت كان كئيب، احتاروا قرآن أو صليب باسم مين لازم يباركوا المولود عن جديد. بعد المغيب بلش يتذكر الأب قديش كان فرحان لو إجاه ولد ينحب، قعد يفكر بكرة البنت كيف بدها تنضب، البنت طقمة بالمجتمع لازم جهز للضرب، لازم جهز لساني للسب لو تمرد بربطها أو بلاقي منفس إني جوزها حتى اضبطها. هيك كانت الخطة مرسومة من الأول، حطوها قدامه ثواني ليغضب ويتحول، بينقلب بثانية بتتغير كل ملامح وشه، كبرت البنت عرعبة كل لما بتسمع باسمه، كل لما بتمرق بجنبه الرشفة بتستحكمها أمها من كتر البهادل تعودت تستحقرها، بتخاف من الشوارع لأنه الشارع ما رح يرحمها، العيون بتتلامس فيها لأنه كبر جسمها، صحبتها بغربتها عبارة عن ألم وورقة تمسك القلم بالألم لحتى تكمل رسمتها. ليش الألم حكم علي العالم؟ ليش حياتي رضتني بالظلم؟ ليش الألم حكم علي العدم؟ ليش حياتي رضتني بالظلم؟ البنت تعقدت بكل أريحية، مرت سنين الضرب وظلم لصارت صبية، 18 سنة جسمها صار لونين بين خدين، أثار الضرب حتى صار ودين لحتى يرجع من مرتجع، مجتمع خلف الوجع، مجتمع خلف الضغط، الضغط لعب ونزع كل فكرة إنسوية، من بنت منطوية لبنت تعرفت عشلة نسوها هالمسرحية، من بنت مستحية لبنت زاوية ليلية كانها سلعة حتى تمسح كل ذكرى بشعة كسرت بضلعة، شوهت السمعة كانت خطوة بلا رجعة، قررت تهرب مع شخص وسقط فيه بسرعة، جهنم وضع جنة بعين المسكين، مسك لأيده بحكياته ليعمل للبحر طحين، الأب قرر انه يتدحى ما يتركها ليدفن، الأم ترجت الأب انه يتخلى عنه ويتركها، مريض نفسي عيلي مفككة من الأول، شو متوقع يعني يطلع عندك دكتورة يا أهبل؟ مفكر رح تتقبل البنت بدها مستقبل، عادي جدا انت المسؤول، البنت وعيت انها بتنزل، راحت البنت مع حبيبة ليلة المتعة، تجاوبت لكل طلب من طلبات الوسخة، ما كانت عارفة انه رح يرميها بالنهاية، اي شاب بيشوف البنت سهلة رح يكن له غاية عنا بمجتمعنا. ليش الألم حكم علي العالم؟ ليش حياتي رضت لي بالظلم؟ ليش الألم حكم علي العدم؟ ليش حياتي رضت لي بالظلم؟ البنت قررت قرارها، كتبت رسالة انتحارها، شكرا لأبي اللي كان مفروض كون أنا عرضه، قررت أدفن حالي بأرضي لحتى ما موت بأرضه. ليش الألم حكم علي العدم؟ ليش حياتي رضت لي بالظلم؟ ليش الألم حكم علي العدم؟ ليش حياتي